أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. البلاد اليوم مستمرة معكم في جزء ثاني. طبعا كما أعلنت قبل الفاصل، موضوعنا هو قضية الأستاذة ريحانة من ولاية باتنا، القضية بتطوراتها بتداعياتها. هذه المرة كان الجديد من وكيل الجمهورية لدى محكمة نجاوس بباتنا الذي أمر بإيداع المتهم وهو قاصر بالاعتداء على أستاذة اللغة العربية رهن الحبس المؤقت. جناح الأحداث تفاصيل القضية كما أعلنها وكيل الجمهورية في هذا البيان الذي صدر أمس، بأنه الأستاذة استدعت ولي التلميذ كي تشكو له من بعض تصرفات ابنه. التلميذ غضب ولم يعجبه الأمر ولم يهضم الأمر، لكن طريقة ردة فعله كانت خطيرة جدا، سكين وتوجه نحو الأستاذة التي كانت أمام مقر مبنى الإدارة في ذات المتوسطة وطعنها وفر، ثم تم القبض عليه. طبعا هذه صور الأستاذة في المستشفى، زارها وزير التربية وزارتها وزير التضامن الوطني، كما هي وجهت رسالة شكر لجميع الجزائريين خصوصا زملائها في المهنة الذين أبدوا تعاطفهم. طبعا هو تعاطف طبيعي ومنطقي وأخلاقي مع هذه الأستاذة ضحية هذا السلوك. قبل أن نذهب إلى القانون، خلونا نروح شوية لعلم النفس. ماذا يقول علم النفس؟ ما الذي يدفع تلميذ مراهق في سنة رابعة متوسط إلى ردة الفعل العنيفة هذه التي هي محاولة قتل يعني كما نلاحظ مبدئيا؟ معنا عبر الهاتف الدكتور خالد مهوب المختص في علم النفس. دكتور مهوب مساء الخير. مساء الخير علي، مساء الخير مشاهدي قناة بلاد. أهلا دكتور. الأستاذة استدعت ولي التلميذ، التلميذ لم يعجبه الأمر فأخذ سكينا وطعنها في الظهر، ما تعليقك كمختص في علم النفس؟ هنا يجب ان نشير لعده متغيرات، باسكو هنا كي نقولوا تلميذ راهو في مرحله مراهقه. هذا التلميذ لو كان باسكو كي نشوفوا السلوك نتاعو، عندما نحلل سلوكه عندما نحاول معرفه او دير تشخيص ولا خبره نفسيه لمعرفه وش الاسباب وش الدوافع اللي خلات التلميذ يقوم بهذه السلوكات. اولا ماشي محال انه التلميذ هذا عنده ديجا سوابق من قبل، باسكو السلوك هذا مش هو السلوك الاول، حتى لو كان نجيو نشوفوا بلي ممكن عنده سوابق كما نقولوا سوابق ممكن العنف بمختلف اشكاله، سواء مع الزملاء سواء مع الطلبه سواء مع العائله سواء في كذا. الان هنا باش يوصل درجه تاع العنف من هذا الشكل، ف وصلنا لمرحله الخطر، لازم حتى هو في حد ذاته الضحيه هي الاستاذه. انا كذلك اعتبره كضحيه. لماذا اعتبره كضحيه؟ اعتبره كضحيه لماذا؟ لعده اشياء، لانه شيء الحاجه اللي خلات الطفل يكون عنيف بهذه الدرجه. انا كمختص كمعالج نفسي انظر لهذا السلوك ونحلل ونحوس نعرف وش هي الاسباب. الاسباب نحوس نعرف هل العنف هذا اللي راه منتشر في المجتمع الجزائري واللي اوني اون تران دو لو باناليزي. اوني اون تران دو لو باناليزي كيف؟ اوني اون تران دو باناليزي وين ما نعطيش اهميه لهذوك السلوكات العنف هذاك الخفيف ولا هذاك الاشياء اللي ممكن نتغاضوا عليها وكل شيء. وين هذيك الاشياء اللي نتغاضوا عليها هي اللي تخلي تكون هذا مثلا دكتور، وش هو هذه الاشياء اللي ممكن نتغاضوا عليها؟ يقول لك هذا هو طفل مراهق، هذه سلوكاته، سلوكات اللي تتناسب وتتناسق مع عمره. لا تتناسب ولا تتناسق مع عمره. ممكن هناك نوع من اللي نقدروا هو لو باساج ا لاكت، المراهق عنده لو باساج ا لاكت يكون او المرور الى الفعل يكون كما يقولوا بالخف. لماذا؟ لانه ميزات المراهقه هي الاندفاعيه، من ميزات المراهقه ان الطفل هذا يحوس يثبت ذاته، ميزات المراهقه ان الطفل هذا راهو في مرحله او في صراع نفسي فيزيولوجي مع هذه المرحله، ونشوف هنا التغيرات الفيزيولوجيه الهرمونات كذا. نشوفوا هذا الطفل يميل للمجتمع الكليكه لاصحابه اكثر من العائله، يميل كذلك يحوس يفرض ذاته يحرض الوجود تاعه، فيقول لك ندير مثل هكذا سلوكات راح نكون انا الراجل، نكون انا كما يقولوا القائد، راح نكون انا كذا. فهنا
هذه الاشياء تتماشى مع المرحله المراهقه اللي راهو يجوز فيها. لكن هنا كي نشوفوا الاسباب احنا نحوسوا نعرفوا واش هي. اسكو في العائله تاع الطفل هذا كاين عنف ولا ما كانش عنف؟ اسكو في العائله لازم نحللوا كذلك السلوك نتاع العائله، لان الطفل هذا خرج من محيط، والمحيط الاول اللي نحوسوا نعرفوه وهو العائله. باسكو علاش كي نقول اوني اون تران دو باناليزي لا فيولونس؟ باسكو حتى احنا كوالدين ولا حاجه وين اصبح العنف منتشر بيناتنا، وين نحل حتى طريقه حلنا للمشكلات تكون دائما. لكن دكتور حتى نكون عمليين، ربما ان القضيه كبيره جدا والوقت ضيق، حتى نكون عمليين، ما هي التصرفات التي ممكن العائله، ممكن حتى في المؤسسه التربويه المعلمين وغيرهم، لما يشاهدوها في هذا الطفل في هذا التلميذ في هذا المراهق يدقون ناقوس الخطر، يقولوا يا جماعة هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة، إلى هذه ما حصل مع الأستاذة المسكينة؟ هنا كذلك ممكن كاين مشكلة أخرى، هل الأستاذ مؤهل واللي عنده معرفة في كيفية التعامل مع سلوك المراهق؟ كذلك لأنه المراهق ممكن بعد لا بروفوكاسيون ولا يشوفها هو يحللها على اساس بروفوكاسيون، ولا ممكن الاستاذ ما يعرفش يتعامل معه، فهنا مباشره التلميذ يلجا الى سلوك العنف كما هذا باش يفرض ذاته، ممكن يحس بتعرضه للاهانه، ممكن على الاساس اذا كذلك يتجنبوا مثل هكذا سلوكات. للاسف ربما دكتور حتى مش فقط في الجزائر، ممكن هذه القضيه عرفت انتشار ايضا في العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية أحد التلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في فيرجينيا في ولاية فيرجينيا الأمريكية أخذ سلاح ناري في عمره 6 سنوات، أخذ سلاح ناري من المنزل إلى المدرسة وأطلق الرصاص على معلمته، ومعلمته هي الآن حاليا بين الحياة والموت في المستشفيات. غريبة دعم، لكن احنا علي خويا باسكو الطفل هذا مازال صغير، مازال مراهق، لازم نحوسوا كيفاش باش نحدوا مثل هكذا سلوكات، لازم نحوسوا كيفاش نحللوا اولا السلوك الاجرامي هذا او السلوك او العنف هذا، لازم نحلوه، لازم نعرفوا شو المصدر تاعه، كيفاه جاء، لازم نديروا اون بيتيت اناليز لو كومبورتمون نتاع العائله نتاع الدار نتاع الاب نتاع الام، باسكو الطفل هذا في المرحله هذه راهو محتاج لينا دائما لينا، ما محتاجش الانتقادات، ما محتاجش السبان، ما محتاجش التعاير، ما محتاجش كما نقولوا الكلمات النابيه هذيك اللي هي تخليه يشعر بنوع من الخزي والاشمئزاز. وممكن هل التلميذ هذا كان ضحيه تنمر؟ هل التلميذ هذا كان ضحيه تعنيف؟ هل التلميذ هذا كذا؟ انا مانيش نمد الحق للتلميذ، لكن التلميذ في حد ذاته من اجل معالجه هذه الظاهره بطريقه كما نقولوا مليحه باش نحدوا منها، باسكو علاش؟ اي صارت اليوم هنا غدوه، لازم نحوسوا نعرفوا كذلك، اسكو التلميذ هذا دار مثل هكذا سلوكات من قبل ولا لا لا؟ اسكو الى سيشي سيكور، اسكو ماهوش يدخل يقرا؟ وحده، اسكو ما يخليش الاستاذ يدير الدرس نتاعو؟ اسكو يضرب الزملاء نتاعو؟ اسكو عنده عنف داخل كما نقولوا مع الزملاء نتاعو مع الاقران نتاعو؟ اسكو عنده عنف مثلا مع الاساتذه يرجع لهم الهضره؟ يعني كمحصله دكتور انه هذه الملاحظات اذا ما لاحظها اي يعني واعي سواء في البيت او في المدرسه ما يمرش عليها مرور الكرام، يقول لك هذه فقط تصرفات مراهق ويكبر ويستعقل ويرزن وما الى ذلك، ممكن الامور تفلت الى التنفيذ، تنفيذه اخطر. علي هنا لازم كي نشوفوا مثل هكذا سلوكات ما نلجاش للتجريح، ما نلجاش لنبهدلو قدام صحابه، ما نلجاش للكذا، في نهايه الحصه نجبدو ونحكي معاه وحده، باسكو ممكن التلميذ هذا راهو يعاني، ممكن التلميذ هذا عنده يعاني من مشكلات سواء اسريه سواء نفسيه ولا كذا، نحوس نسمع له، نحوس نفهم علاش هكذا، نسمع له فقط، ما نصدرش احكام، وممكن الاستاذ نتاعو يقدر يعاونه ويربحه ويدخله في الاخر، لكن كي نجرح به ونقول له كلام جارح امام الزملاء نتاعو والاقران نتاعو، فهنا راح نزيد نطور من السلوك العدواني هذاك والانحرافي هذاك، راح نزيد نغذيه اكثر فاكثر. شكرا جزيلا الشكر. الدكتور خالد مهوب المختص في علم النفس. إذا مشاهدينا نواصل الحديث والنقاش حول هذا الموضوع، لكن هذه المرة سنحاول أن نناقشه بمنظور قانوني وأيضا بمنظور تربوي.
خصوصا أن هذه القضية لها خصوصيتها القانونية، الأمر يتعلق أنه المتهم هنا هو قاصر، وبالتالي هناك إجراءات معينة ينبغي اتخاذها. كيف يمكن أن نحمي هذه الأسرة التربوية قانونا؟ للأسف هذه المرة جاءت عبر فعل من تلميذ مراهق يدرس في السنة الرابعة متوسط. طبعا وكيل الجمهورية أمس في بيانه أصدر المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، حول ما جرى بالضبط وكيف تطورت الأمور إلى غاية أن وصلت إلى هذا المستوى المؤسف بأن تم طعن هذه الأستاذة في المؤسسة التربوية، ولاذ هذا التلميذ بالفرار إلى غاية أن تم إلقاء القبض عليه وتم إيداعه الحبس المؤقت طبعا بجناح الأحداث. سنناقش هذا الموضوع، كيف سيتم التعامل معه قانونيا وكيف سيتم التعامل معه بيداغوجيا. هل معنا الأستاذ الدكتور نجيب بيطام؟ دكتور نجيب بيطام، هل هو جاهز معنا أم جاهز معنا الأستاذ مسعود عمراوي؟ طبعا سيحاول الزملاء الاتصال بالدكتور نجيب بيطام حتى يوافينا بمزيد من التفاصيل والتحليلات القانونية بخصوص هذه القضية، وأهم ما يمكن أن يقرأه رجل القانون في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة إنجاوس. معنا الدكتور نجيب بيطام، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. أهلا دكتور. دكتور، إذا القضية مؤسفة جدا، تلميذ مراهق قاصر، الضحية هنا أستاذة استدعت ولي التلميذ، التلميذ لم يهضم الموضوع وتصرف بطريقته المؤسفة بأن وجه لها طعنة وهي أمام الإدارة، وكان المشهد وكانت الصورة صعبة جدا أن نشاهد هذه الأستاذة وهي تتلقى هذه الطعنة. إذا أهم ملاحظاتك كمحامي ومختص في القانون دكتور لبيان وكيل الجمهورية لدى محكمة نجاوس الذي صدر أمس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله على سلامة الأستاذة، الحمد لله، اللي نتمنى لها الشفاء العاجل. قراءتي للبيان اللي صدر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس يخطر فيه الرأي العام بإيداع المتهم الطفل الحدث المتهم في حادثة الاعتداء على هذه الأستاذة رهن الحبس المؤقت، وأوضح فيه جناح خاص في مؤسسات إعادة التربية خاص بالأحداث. نعم، وأن قانون حماية الطفل الصادر في الجزائر سنة 2015 يمنع منعا باتا وضع الأطفال الأحداث في مؤسسات الوقاية إلا للضرورة القصوى. إلا للضرورة. أنت تعرف أن الحادثة هذه، واقعة الاعتداء، خطيرة جدا. هذه يعني في تقديري المتواضع تشكل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. طبعا لما نشوفوا حتى الطعنة، يعني صراحة الأستاذ استرها ربي، العناية الإلهية هي محالة دون وقوع الأسوأ. العناية الإلهية، وكانت الطعنة من الخلف. صح. وش معناتها من الخلف؟ احنا القراءة من الخلف معناتها فيه ترصد، فيه تربص بالأستاذة، وهذا ظرف مشدد في الجنايات. الآن بالنسبة لهذا الحدث، موضوع في مؤسسة الوقاية جناح الأحداث يخضع للتحقيق. نذكر أيضا أن التحقيق الخاص بالأحداث الذي يقوم به قاضي التحقيق تحقيق جد متميز، جد خاص. التحقيق مش كما البالغين، سيشمل كل جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية الخاصة بهذا التلميذ، ليتوصل القاضي إلى فك لغز، يعني لماذا أقدم هذا الحدث على هذا الفعل. يعني الذي الأمر هو يختلف عن القضايا المتعلقة بالبالغين دكتور، أنه هذه المرة راح يليه ببعد أسري اجتماعي أكثر منه جنائي. نعم، سيبحث القاضي التحقيق حسب مقتضيات قانون حماية الطفل الصادر في 2015 في حتى الظروف المعيشية لهذا الطفل، ظروف داخل الأسرة، كيف يعيش داخل الأسرة، سلوكه في الأسرة، سلوكه في الحي الذي يقطن به، سلوكه في المدرسة إلى غير ذلك. كل هذه الرعاية الأبوية لهذا الطفل
دخل الوالدين، الظروف الاجتماعية اللي عايشها الوالد، الطفل، كل هذه الجوانب سيسلط عليها قاضي الأحداث الضوء من خلاله بصورة مباشرة أو من خلال إيكال هذه المهمة لبعض المساعدين القضائيين كالمساعدين الاجتماعيين وغير ذلك، ويبحث حتى في تحقيق معمق في الحالة النفسية والعقلية لهذا الطفل. كل ذلك سيكون من مشتملات التحقيق الذي سيقوم به قاضي التحقيق، وأذكر أنه يخضع للحبس هذا أعتقد لفترة لا تتجاوز 6 أشهر. الحبس بالنسبة للأحداث في قضايا الجنايات مدة 2 شهر تجدد 3 مرات، يعني في خلال 6 أشهر يجب أن ينتهي قاضي الأحداث من التحقيق ويحيله على المحكمة الخاصة بجنايات الأحداث مقرها المجلس القضائي. وكيف سيتعامل القضاء؟ يطرح عليك ربما هذا السؤال مواطن لا يفهم كثيرا في هذه الإجراءات القانونية، كيف سيتعامل معه؟ أنه هو قاصر ليس مسؤولا تماما أمام القانون، كيف ستكون المحاكمة وكيف ستكون العقوبة؟ لا، هو قاصر مميز، هو قاصر مميز يتحمل المسؤولية الجزائية أستاذ علي، ولكن لا أريد أن أستبق الأحداث وأعطي حكما مسبقا. الآن التحقيق مفتوح، سيبحث قاضي الأحداث لماذا قام هذا التلميذ بهذا الفعل. سيشتمل التحقيق أيضا حتى الاستماع إلى المعلمة، ما هي الظروف التي خاطبت فيها هذا التلميذ، هل تصرفت المعلمة وفق المقتضيات البيداغوجية والتربوية أم فيه تجاوز؟ خلينا نبقاو، أنا هنا لا أحد يعلم، لكن خلينا نبقاو في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة نجاوز الذي تحدث عن الحيثيات، قال أنه الأستاذة استدعت ولي التلميذ، لما حضر ولي التلميذ، التلميذ بطبيعة الحال أي تلميذ يستدعى ولي أمره لا يكون راضي، لكن درجة عدم الرضا جعلته يتوجه إليها وهي أمام مبنى الإدارة ويقدم على طعنها، هكذا وصف وكيل الجمهورية هذه الحيثيات. نعم، شوف أستاذ علي، لا أحد مهما كان مركزه ووضعيته، لا مواطن، لا رجل قانون، لا رجل أمن، لا قاضي، لا أحد يبرر ما أقدم عليه التلميذ. صحيح، ما أقدم عليه التلميذ، شوف، لو كان سمي لي الشاعر اللي قال هذا البيت الشعري أمير الشعراء، أعتقد أحمد شوقي، كاد المعلم أن يكون رسولا، لو كان أحمد شوقي حيا لا غير هذا البيت الشعري وقال كاد المعلم أن يكون قتيلا. مهما كان الفعل، هذا الفعل اللي قام به هذا التلميذ غير مبرر. صحيح، انتقلت الجريمة الآن، انتقلت من الوسط الاجتماعي الخارجي إلى داخل مؤسسة تربوية، هاي الخطورة والرأي. كيف تمكن هذا التلميذ من إدخال سلاح أبيض داخل حرم المدرسة؟ والله دكتور، للمفارقة أن هذه القضية حصلت بعد أيام من قضية هي حاليا تهز الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت حولها مع الدكتور موهوب المختص النفساني، لطفل في عمره 6 سنوات يا دكتور بيطام مشي دا معه سكين، دا معه سلاح ناري، ووجه رصاصات لمعلمته وهو يدرس في الابتدائي، عمره 6 سنوات، 6 سنوات اليوم فقط، كل القنوات الأمريكية تتحدث، وقال لك أنه هذه المدرسة حتى مجهزة بسكانير الذي يستطيع أنه يحدد وجود أي أسلحة أو مواد معدنية. غريبة جدا ما يحصل حاليا، هذا الجنون الحاصل. هذا التأثير السلبي للتطور التكنولوجي والتطور الإلكتروني. التطور التكنولوجي فيه إيجابيات وفيه سلبيات، السلبيات تاعه الآن ربما هذا التلميذ ربما يكون اطلع على كثير من الفيديوهات نتاع هذا الجرائم هذه، ولذلك أقدم على حمل سلاح والتوجه لطعن معلمته. من طعن معلمته كأنه طعن والدته، هاي المكمن الخطورة، الخطورة الموجودة في نفسية هذا التلميذ. هذا كيف يفكر هذا التلميذ؟ هذا ما فكرش قال ننتظر تخرج المعلمة نتاعي نقوم بسبها ورشقها بالحجارة، هذا فكر في إزهاق روح، هاي الخطورة والرأي. شوف درجة الخطورة وين وصلت عند الأبناء نتاعنا. هذا يعكس تخلي دور الأسرة على واجب التربية. الأسرة هي المسؤولة رقم 1 على ما آلت إليه الأوضاع،
عند الأحداث والأبناء نتاعنا القصر، لا سيما في المدارس. واحد ما يتحمل المسؤولية غير الأولياء، هذا أنا مسؤول على كلامي. الوالدين تاعو هما اللي يتحملوا المسؤولية، لم يعطوا التربية الحسنة لابنهم مما دفعه إلى ارتكاب هذا الجريمة. لأنه صعب جدا، صعب جدا أنه كمية هذا الحقد وكمية أنه هذا الأمر ما حصل، يعني يعمل عمله في داخل نفسيته، في داخل مشاعره، حتى تكون النتيجة يحمل سكين ويتوجه لهذه الأستاذة ويطعنها. صعب جدا، صعب جدا أنه هذه العملية النفسية كيف تركبت يا دكتور؟ ماهوش مبرر أستاذ علي. وانت الآن بالكلام هذا نتاعك تطرح إشكالية واحدة أخرى، هل الآن الأولياء يقومون بمرافقة أبنائهم في التربية والتوعية أم لا؟ هذا التلميذ لما المعلمة طلبت منه باش يحضر الولي، خاف من ردة فعل وليه، على باله باللي الأب تاعه ربما راح يضربه، ربما راح يعاقبه، ربما راح يعذبه، لذلك يعني راح ينتقم من المعلمة اللي وصلته لهذا الورطة هذه. ولكن المعلمة طبقت صحيح القانون وطبقت أدبيات وأخلاقيات. أشكرك جزيل الشكر دكتور نجيب بيطام المحامي. وفي الختام ربما الدكتور الجميع ربي يجيب الخير فقط أمام هذه الأمور التي نسمحها من هنا وهناك من حين لآخر. أشكرك جزيل الشكر دكتور نجيب بيطام المحامي. كان معنا أيضا دكتور خالد مهوب المختص في علم النفس. وفي هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم من البلاد اليوم، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.